يستمر التصعيد الإسرائيلي في المنطقة من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس في الأمس، وهي الجريمة التي أدناها جريمة تصعيدية تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي، خرقا واضحا لسيادة الدول، وفعلا سيدفع باتجاه المزيد من التصعيد ويهدد بتوسع الحرب إقليميا. الخطوة الأولى لخفض التصعيد هي إنهاء سبب التصعيد، وهو استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة أولا، استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقتل كل فرص تحقيق السلام في المنطقة في الضفة الغربية ثانيا، إيجاد الظروف التي تهدد بتوسع الحرب عبر أيضا خرق السيادة اللبنانية، وهو الأمر الذي أيضا ندينه بشكل واضح وصريح. يجب أن يبدأ بأن يتخذ المجتمع الدولي مواقف واضحة ويتخذ إجراءات أيضا واضحة تلجم هذه العدوانية الإسرائيلية وتلزم إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ولا يجوز أن يكون مستقبل المنطقة مرهون العقائدية الإلغائية والانتقامية الفجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي وأعضاء في حكومته يتحدثون صراحة ويتصرفون صراحة بما يعكس عنصريتهم وتطرفهم ورفضهم لحق الفلسطينيين بأن يعيشوا مثلهم مثل أي شعب على هذه الأرض بحرية وبكرامة وبممارسة حقه في تقرير مصيره.